صلى الله عليه وسلم النبي وحال لسؤال عن صدقة صدقة لسؤال على قريب إنك قرابة وحلقوا صدقة فقال وحي النبي له أجران لب أجر بولي أجر القرابة قرابة أجر كذي وأجر صدقة صدقة أجر كذي رواه الشيخان باوري والنسائي والترمذي ولفظهما لفظ وضوحها الصدقة على المسكين مسكين وحلقوا صدقة 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 وهي على ذي الرحم من قرابة هذه وحلقوا صدقة سنتان لب أجر بيلها صدقة هي وسيلة صدقنا ويتاي صلة الرحم نويتاي اي القفك وقرابه ان الحرير سوكا دونيا عن ابي امامه وحلقه ولي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي نبي يا ابن ادم انك ادو ان تبدل الفضل وحفاظلك ودهراتك ان اديبته يا خير لك كو خير بدل وان تمسكه ان عليسو اود عشه تشر بين لك ادي كو تاي وحفاظ له دهرات هذا اذا علين اسكبح هذا ان عشته شر بين كو نقونيسا ولا تلامد لوغو دغالي ما على كفاف كفاف هذا هي ستوي وحن قتليون هذا جب أن كعب الله هذا هي ستو لوجود دجال ماي وابدأ بالله مركز وحبيحين يس بمن تعول قفك النفقين يس وليدل عليا كعنت الرئيسو يا خير وخير بدل من اللي يدي سفلا كعنت هو سيسك خير بدل تايو وكعنت عليا ذا هي المعضية وي مدة سفلا أنا ومدة سائلة ذا وحقادنا يسوي تل عليا ذا فل بدل رواه الشيخان عن أبي مسعود وحال قوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي إن المسلمة قفك مسلم كإذا أنفق هذو نفقيه على أهل أهل كيسادو كن نفقيه نفقة نفقه والحال هو أسوي يحتسبها وأجر ما ليسنهيه كانت له صدقة صدقة النغنيسة أهل كافي وحي أتكب حسي وصدقه دي الاحتساب هو نية الثواب ثواب إنا النية توي من الله تعالى وفيه وحاكسه أن نية الاحتساب لا بد منها في حصول الثواب على نفقة الأهل أهل كافي مركز بيل كسينيسو والنفقين يسو وإن الثواب كإن إلهي كا ثوابنا وإن النيوتوا بخلاف من أنفق ذاهلا فلا ثواب له هذا إسكه المانسان لكن هذا النفق يسو ثواب ماله فيكون هذا قيدا لإدلاق النصوص السابقة وغيرها مركا نصوص تاسلا أبدا وكو قيدا يسو إيه الكاقة مركا النيون يسو واجب إلهي كساري ماها إن أدبيل كوضبح يسو مركا مركا أدبحين يسو وإن النيادة كو قبط إنه إلهي كا أجر سيني مركا أجر بذلس أولي واجب أدبيلتي ويسا أجر كيسو واسي رواه الخمسة إلى أبا داود نوع من الصدقة الفضلة نوع كم من الصدقة مدى الفضل بضل قال الله تعالى إلهي وحي لن تنالوا البر بر إيا السماء إيا وناء قارم ميسان حتى تنفقوا إلى أدب حسان مما تحبون وحج عشهم وحج عشهم إلى أدب حسان بر قارم ميسان يا خيرك ولما فيه وحكسوا قنوا من مجاهدة النفس نفس هذه بعد الجهادة وحي الآن وجعل الهداد بحسو نفس هذه بعد الجهادة دي وإكرام الآخر قفك أد وحسين يسنى واد إكرامته وحي أدو أد أجعل هذا سيسى واد إكرامته عن أبي هريرة وحال قوري رضي الله عنه قال وحي رجاء الرجل ننبا إلى النبي النبي أجيب صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا أي صدقة صدقتك هو أعظم أول أجر حق أجرك قال وحي النبي أنت صدق إنا صدق يستاء وفضل بدن والحال أنت أدو صحيح أتيمت فيه صحيح وهدنا مالك كب خيلي مركز فيه ده مالك واتكب خيلي صحيح باتها يعني هو حريص على المال تخشى الفقر فقر بات كعب سنيسا وتأمل الغنى غني نمال واديد دي لنيسا وقفوا مركو فيوية هاي حقاقا اوض وطو يعني غني نمال رجينا يا فقر نوكي يا بيادي مركو قفوا فيوية اساس تخاف الفقر وترجو الغنى غني نمال واديد دي لنيسا ولا تمهل هسوغن صدقاتها لسوغن حتى اذا بلغت الحلقومة حتى إذا بلغت الروح روح دي مركي قارتو الحلقوم حلقوم كمركي قارتو ونفت أتكسمرت قلت آتر هذا لفلان كذا ننكي هبلها وحاسو ليه هلسي ولفلان كذا هبلنا وحا هلسي وقد كان لفلان ننكي هبل إلى وحو بيقولها كذا وكذا فإقرارتس مركاس أد وحوول بس كبحيثون لا ورى مركا وقف اللي بدأي مركاس مركاس في يوميت با كفعنا واحد بحيثون رواه الشيخاء والنساء وعنه وحال قوري عن أبي هريرة قلت وحاني ذبو لي يا رسول الله أي صدقة أفضل وصدقة بحيثة أفضل بدل قال وحي النبي جهد المقل قفك أن وحبه يسنين وطنيرتا يعني وحاو اسكت لبي أبحي جهد المقل ساسوي قف وحي سبع يريهين وحاو بحي وحي رأي وحيستو وحكا قوي وابدأ بالله مركز وحبحين يسنى بمن تعول قفك أن نفقين يسكب بالله فالصدقة مع قلة المال ثوابها عظيم مال كاغو يروحي أتكا قوي سوتكبحيسو أد بو أجر كده أبدية والمجاهدة نفسه وإثاره الغير غير كين وحبو الدوري عليها نفسه فوقتون إثار بو سمين على هذا إثار سمينين وحكا بضم بما هي ستسوما وحي راز هيسان
رواه أبو داود والحاكي وصححه وعنه حال قوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي سبق درهم هل شلنها وحكهر مرأي وكأجربتي 100,000 درهم بقول كن أو شلن. قالوا حيث هذا يا رسول الله وكيف سده كيف يسبق درهم 100,000 درهم هل شلنا سيب بقول كن أو شلن وقهر مركرة. قال وحي نبي رجل نن له درهمان لبشل كليو هايستا فأخذ أحدهما متكوت بقاذي فتصدق به وصدقه نن لبشل كليو هايستو قف لبشل هايستو حدو مدبحي ومجاهدة نفسي بسمية إيثار نبو سمية غير كيبو حوض داري إيو الرجل نن أو له مال مال كثير آد أفر بضن مال بضن وهدي نحن نحن لقى قادر وحب ألا تويني فرد كفت يولي فأخذ مركاسه وقاذي وعن توبيه من عرض ماله مال كيسي يبلر كيسي بو 100,000 بقول كن بو كقاده فتصدق بها تلاوده ان ما اسكو حنون با نيكا بقول كن ما تبيبه اسو بقول كن او ما دوونه 10 كشي لا دادو اد اد شاه كو عبيده او ما دوونه وي فر بدين واهتي دو وي كيرتايو مركا لعقتي فرده بدن اي مليونات كي او هيستي امبوسا انتو يلو بو بقول كن كقاده بو اسكو سي قفكي نين كان 2 شيلين بو هيي نفتي سي انتو لجهاده بو مدبحي كي حنون با شيلن كا حرم بدن شيلن كا تامرك أجر بدن رواه النسائي حديث كا إمام النسائي باوري الحث على صدقة صدقة اللي سكوب بوريو إن وحل حرمر صدقفت إنتو النولي هاي الدنيا أجو إنو حرمر صدق مطلقا با صدقة رنبا اللي سكوب بوري قال الله تعالى إلهي وحيره وأنفقوا بحيا مما رزقناكم من بعد ما رزقناكم وحن إذن كو إرزاقني مالك عن إذن سين قار بحيا بو إلهي لي من تواتب عيدي من قبل أن يأتي أحدكم أحد كين إنتو صنو إيمانن الموت موت إنتو صنو إيمان أو فيقول أويل هذا مركو موت كوي ماذا ربي يا ربي ربي غيو لولا أخرتني هلا أخرتني ما إدب دكتدو إلى أجل قريب وحير ما قدال إدكت أو فأصدق عن صدقيس وأكون عن هذا من الصالحين كو ونسنا كم النوض كورمو على علي أمركو ميت كوي ماذا وحير إله دم إدكت حتى وحلب حلاي وحل يسوع الله يمجل مركز مرادو وقت قرب marka inta waqtiga alla gaarin wax bixiyay bu ilaahay wax la baxa oo hor martada anabi muusa waxa laga wariyay radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal wuxuu yiri nabigu ala kulli muslimin qafla arko muslima korkiisa waxa ahatay sadaqatu sadaqo ruux kasto muslima sadaqa lagu leey shukra lillahi sadaqada hadaad bixiso waa shukri oo ilaahay baad ku shukrinaysaa ala ni'mati alijad ilaahi waakiiku abuuray ku haysiya adoo cadama والعافية على نعمة العافية عافماتك إلهي أكسيه بي شكري أنغنسا والإسلام إسلام ماذا إيه إيمانك أكبوها نونيه بي أنغنسا شكري وغيرها ومن النعم كثيرة التي لا تحصى نعموينك فرضا بدنو ألا كوبي كرين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بو إلهي ليه نعموينك أسي أنغنسا شكري أنغنسا صدقاته فقالوا وحيدا دين يا النبي الله إلهي النبي يسيه فمن لم يجد منك أن هلين محوصة مينيا قال وحيدا النبي يعمل وشقينا بيده قعنتيسا أيو كشقينا يا فينفع وأنفع يا نفسه ونفتيسا ويتصدق وحنا ولا بحيا قالوا وحيدا دين فمن لم يجد من كان هيسنين شقل لك شقيا وماله قال وحي نبي يعينه وأكال مينا يا ذا الحاجة من دلب وأكال مينا قرب قبنا يا الملهوف أولا دبا تقلي دبا تيسر روح دلب أو دبا تيسر وحلقب أكال مي تاسا صدق كونه غنيسي قالوا وحيدا دين فإن لم يجد من دبا تيسر وقرب قبتها دو واينا قال وحي النبي فليعملها أسمي بالمعروف وناجا وليمسك عن الشر شرطها يسكى إلى ليه يدنبغا فإنها خير كأوسمي يحمانتها أكدر هذا يا صدقة صدق له أسوه النقونيسه وعنه حالي وري عن نبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي ليأتين إمادة أو إمادة على الناس زمان زمن باسوه مردون ليأتين على الناس زمان دسك وحاسوه مردون الزمن يضوف الرجل نكو لو وريغي فيه فيه بصدقة صدقة لو وريغي من الذهب ذهب صدقة ذهب هو وريجنيا ثم لا يجد مهلي أحدا أحد أحد كو يأخذها منه كقات وحكا قات باركو ماي وريائك قاتو لي ورمرتا وحمكو سيا ماي مقالك روح لارك ساسو لي ويرى الرجل ويرى والارك دون الرجل الواحد هل نن أهل أركيا هل كننكاها يتبع حال راعي 40 امرأة أفرتن دمر أهل لصعود يلدن ويمغن قليان به ننكاس ويمغن قليان من قلة الرجال رق يرانتي سئي وكثرة النساء ناقها بنانتو يكم مغن قليان ننكي لا أركب أفرتن ناقود باكو حرر ودو سعود آي هلا دي سئيو وحو قبي وحو دليو وكاس الكاس أبهر جوغو وهو
nin ahaanba asagaasaa la joogabo caradiiba dumar baa ku saaray waay akhiru zamanka dee waka haweenku aad bay u fara badanayaan baa la yidhahay ragguna wuu yaraanaya dagaaluhu ku dhamaadaa baa la yidhahay ragu qad ayuu yani aad bay dadka dagaalaha ku dhibanayay u badan yihiin raggu maxaa yeele waxa dagaalka galaya uuna ayagee boqolaal markay ku dhintaan maa laga yaabaa una dumarka xoogaa yar ka dhinta wey رواه مشيخان بحديث كاوري مسلم البخاري والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الهي وحول يا ابن ادم الى ادم انفق به وروح به انفق عليك انا انكسي انفق انفق عليك ساسا الهي ليه وحبا انكسينا يا وحلا بحوي فقال وحب عيسى وما وحكسينا وقال وحول يري النبي يمين الله الهي يمين تيس ملء مد بحدوي خذنت الهي ويسكب بحدا صحاء مت سبيت بدنوي يعني مر الأركابين ما لساسه حب حليسا لا يغيضها من نسقى منا يشيء شيء الليلة إيا والنهار هبينك إيا مالك سأم با إلهي قد أنت سوح لغة بحنا يا يسع على مخلوق الله شبيا وحن نسقى منا يا نمجره الليلة والنهار يعني طول الزمان الزمان قد أنت إلهي واسعة كثيرة وي ويسكب بحلا ومع كثرة الإنفاق إنفاق فربدنانتي سوى طول الدهري لا تنقص من نسقى منا إلهي باير ما عندكم ينفد وما عند الله باق أذنك أكتنا وحاد ودمانيا وحا إلهي أكتسى هذا وباقي وحا دمانيا ما أرأيتم إيش يقبوا لنبقوا ما أنفق إلهي وحي بحيني مدخلق السماء والأرض سمد يا أرض مركب بالله اللي قصوا بالله مدخلق السماء والأرض سمد يا أرض إلهي مركب أبوري اللي قصوا بالله إله هذا إلهي أنت وحي بحيني فإنه لم يغض من نسقى مني ما في يمينه وحا إلهي خذ ندي ساء هذا وحبا كمان نسقى مني واسدس ويسكب بحلاو قال وحي النبي وعرشه إلهي عرشه يسون على الماء وعرشه على الماء فإلهي قبل الخلائق وي مخلوقا أنت على أبورين سماواتك يقولك أنت على أبورين بيها يا عرشه وحو دحيه يماله فلم يكن تحت العرش إلا الماء وكان عرشه على الماء فإلهي وبيده الأخرى وحاء هذا القبض بيده الأخرى القبض قبل جاء إله يا هذه يرفع ويخفض مركا الأخرى القبض قبل جاء لشيء يحوي الأمانة أمانة بقى هذه أو الميزان ميزان كبقى هذا إله خذنا دي سوي بحدة أكتي سنة وحاء هذه ميزان كبقى هذا مخلوق عن ودن إله أساسه دون يليه وميزان يسود دون يليه نكو دون غص بودجا نكو دون كرب بودجا يرفع ويخفض ساسوي يعز من يشاء ويذل من يشاء ساسوي نكو دون وعزين نكو دون وذلين رواه الشيخان بحديث كوي عن عائشة وحال قولي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي إذا أنفقت المرأة هوين إذا هدي بحث من دعام بيتي أقولي إذا راشين كيس هدي وحكا بحث غير مفسدة حالة تأيضا كوحد قد بينين أيضا كوحد قد بينين إسراف أنسبين إن دوحي قولي إذا هدي وحون كان نفقه wax ka bixiso raashin ka midka karsan iyo midka awali la karin waas ku wada midun dacaamka aday wax ka bixiso kaana laha waxa usugnaanaya ajruha ajirkeedi bima anfaqat bisabi ma anfaqat bisabi infaqha bixinta ay bixisay bay ajir ku leedahay wali zawjaha ninkeedina ajru ajirkiisi bulay bima kasaba asaga soo kasbay oo xoolaha soo shaqeeyay adna ajir baa loo qoraya wali khaadini midka shaqaalahaana midlu dalika shaqaalaha hadii laga adeejo ila bixi adna ajir buu leeyahay لا ينقص نسقامين ما يبعضهم بركوت أجر بعض بركة لأجر كذا شيء محبك نسقامين ما رواه الخمسة عن عبد الله بن عمر وحال قوري رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في أربعون خصلة أفرت صفاء أعلاهن مد أقص الرئيس أقوك الرئيس أيتها منيحة العنز خلة إرمانية خل إرمان انت أفرت خصلة مد أقص الرئيس أيتها خلة إرمانية يا خلة إرمانية ويتكتها لنت هذا هذا أربعة دو كور دلو شن أرير كقرابة هذا ونبوب إمالان سيسو هو واحد قتال شن غالب كاشكين توم بابا اللي يعني مركز جيل إياه لاضي يا حاسم إيرمان كلو دي باي هذا أنا دحولك أنا إيرماني نارك نفسي سؤال شو إيرماني أو ده كواح كلامك في ده ومر بهال كور نقول إذا سوما ده هو حبيس مركز ري إيرماني أنت وصل رئيسه ما يعمل الرجل نين ما عمل فنو بخصلة له منها كملة هل خصلة أو كملة رجاء ثوابها أسوى ثواب كذا الرجيني وتصديق موعودها وحي لا يبوها أو لا بلن قادنا والرميسية إلا أدخله الله إلهي باكو قلني بها بسببها الجنة جنة إلهي قلني رواه أبو داود باوري والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي لنه من استعاذ بالله إلهي منك إذن كن مغنقل فاعيدوه مغنقلي إلهي درتي إيه مغنقلي ننكي نيرا ودباتنا نقرر هذا وإن صوم مغنقلي مغنبان دينا
فاعيده مجان قليل. ومن سأل بالله إلهي ننكي وحيد كوي ديستان فاعدوه سي إلهي درتي بحكوسه ألنا يا دويا اسكسي. ومن دعاكم نقفك إذين يرنا فأجيبوه أجيبا. ومن سمع إليكم معروفا وناك ننك إذين سمي فكافيه أبا أكتوما أبا القدى. فإلم تجدوها دين هلند ما تكافئوا به واحد أبا القدان فادعوا له الدعية الدعية حتى تروا إلا أتكا أركتان أنكم أذنكم قد كافأتموه إن أبا أكتونتين هذا أبا القدان. وناك إحسان مركي اللغو سمي يعني وإن أبقفك يعني أبا القدوي. رواه أبو داود باوري والنسائي عن أبي سعيد وحلقوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي نبو أيما مسلم مسلم كيكو هو كساه ويوم مسلم قف مسلم صوبا مرأ قف مسلم أرد بحيه مروسي على عري قاونان حق يذوك أرد بحيه صغو قاون بوم يعني يطرسي كساه الله إلهي بأرد بحينا من خضر الجنة جنة تركي عقالا يعني جوهرته ياقوت كسميسا كاسا إلهي كويني. وأيما مسلم قف مسلم كيكو أدعم قودي مسلم قف مسلم على جوع قاعد كركز أسوى باهم بقودي أدعمه الله إلهي باك قودي من ثمار الجنة جنة من هذا. وأيما مسلم مسلم كيكو سقى ورابي مسلم قف مسلم على ظماء أم سواء أو من بورابي سقاه الله إلهي با ورابي عز وجل من الرحيق وبقى الرحيق ليلى المختومي أو يعني لخاتمي كاس إلهي كورابي يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك بإلهي مرك أهل الجنة يسقون والله ورابيا من رحيق بالله ورابيا ياس رحيق الليلة هذا معنى مختوم أولي با يعني وسجلاته ووحوذ الحامن كل قد ختامه مسك وحقدم بينا وابا مسك بياس مرك هذا عبته معانك وحيبا قدر سدن انت اقدم بيسا مرك ساقوك بس مسك جيبا يسا ادقيا ادق يا معان بيسا ادرس كاسا لك ورابيا رواه أبي داود عن بسيهة وحا لغوري بهيسة الفزارية رضي الله عنها قالت وحي تري استأذن أبي أبه با إذن قاتي النبي نبيه كإذن قاتي صلى الله عليه وسلم إذن بي رسولك إلهي فدخل وقلي بينه إيا وبين قميسي نبيه إيا خميس كيسي بكلا دحقا إذن وحو الله بساس ردوني إنو سمعي نبيه خميس كيسي متخوص كمري يجركي نبيه خميس كي يجركي ونبيه كلا دحقا فجعله وحجوده قال يقبل ويلتزم يقبل النبي إنه ممكن أيه ويلتزم ويسكت لجني جركيس وساجرك وصاريات أو جركيس وتابت بس وياهدي يا نبي جركيس عليه الصلاة والسلام من كتاب صعب تصاصي النبي أجعل عليه الصلاة والسلام ما ضحوا له قال يقبيس كيف هو خاص أنتوا جلسوا يكفر أي قبيس إذا هل كان أنتوا جلسوا يكفر أي هل كان من حلا قال مركز وكت ممكن أي هل كان نبي جركيس ممكن أيه وجركيس وصار صاريات تبرك درتيس وتبرك يا نبي. ثم قال وحو يري يا رسول الله ما شيء شيء محيه شيء وامحي الذي شيء قاس الله يحل منعه وحا إن لديده أي بنانين وحاران تتاه إن لديده محي تاه. قال وحو نبي الماء بيوي بي لما ديده وحا أن مرنا بلديده وبيو وهي ربي قف ديده محاذو مالي وحكا للقيه المايان مالي. قال وحو يري هدنا يا نبي الله ما شيء شيء محيه الذي شيء قاس الله يحل منعه ديده دي سوئين حلال أي ساهين أي بنانين. قال وحين نبي قال ملح وملح درس كه وهذو ملح كوسو دانته أي هديدين. قال وحين يا نبي الله نبي إلهي وما شيء شيء محيا الذي لا يحل منعه إلا ديدا أين بنانين. قال وحين نبي أن تفعل الخير خير كإنا سويسو يا خير لك كو خير بدل وحبه هديدينه وح خير ونهديل جو ورسد سويه يا خير كإنا سويسو كو خير بدل يعني وتعميم بعد التخصيص وأشياء ذات جديدة وما بنان بيها يملح ذي وحلا ملا وحيارها يركون لسكا ذيك سنة عندناها وحلا مركز خير ودم بينا سميسك وخير بلوى. فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومثقال ذرة خيرا نكي سمايو وأركون. رواه أبو داود والنسائي. ولأبي داود للسائل حق نك سائل كي بريوتما يحق بوليه وإن جاهب يماد على فرس فرس كي سواها سارا وهذا نكي يرسم بعض فرس بعض وطال الله ما هي دباته وواحد سؤالك ككين تي نكي سائلك حق بوليه إيوه لسيه. عن أنس وحال قولي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي نبقه إنه صدقة صدقه لتطفئ ويد مساء قلب الرب إلهي عرضي سيد مساء وتدفع ويد ريبيسا ميسة صحن إن أضو دمتنا صدقه ويكاء الالم إلهي عرضي سنة ويكاء الالم صحن إن أضو دمتنا ملحن أكو دمتنا صدقه ويكاء الالم صدقه ويفضل بلنت
عن فاطمة وحال لقوري بنت قيس رضي الله عنها قالت وحي تري سألت النبي نبي عن سؤالي أوسو إلى النبي نبي قال لسؤالي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة زكاة النبي قال لويدي ومحامرك لسؤالي التكفي عن حق المال فرضا وكمالا مالك يعني زكاة ونهدات كبحيسو بس مياه فقال وحي النبي إن في المال مالك في جيس وحا هذا الحق الحق بها لقول لي سوى الزكاة زكاة كسواري مالك الزكاة أنكلية ما هي حق حقوق لا لقول لي وإن أضحك لك بحيسو قرابة كحريري سو قفك سائلك وردتان وحكسي سو ثم تلا نبي واغري ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق آية داسو ليس البر سموه معها وناقوا أن تولوا وجوهكم إنها جيرسان قبل المشرق والمغرب إن أجلسان معها ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلهي يوم كآخر ننكي رميوي والملائكة ملائكة رميوي والكتاب والنبيين وأتى المال مالك بحي على حبه مع حبه سؤال جعل مالك بحي ذوي القربى قرابة سي واليتامى أغونت والمساكين مساكين والملي سبيل والسائلين وفي الرقاب إنت أصور مكو بحي في الرقو كاسوي أي ولد رواه ما لبدا رواية الترمذي باوري خاتمة هذه خاتمة في الحذر دقيد لا يستجد دقيقه من المن صدقات هذا إنه فضل بنت واب الله شيء صدقات ثواب كذا هيتكبرون إنه هشيك شيء من المن من ما شيء شغل سواحكم مثلا وما أحسن السماحة سماحة محاك وناسا إيه وإخفاء الصدقة صدقة ولا قريب سماحة وعطافتان كي قف يعني إسكاد عفت بدن إنا تهي محاك سماحة لا كفي عم إيه صدقة ولا قريب صدقة دي وحيكو خير بدن تهي إن سر يدن تاسي كسي فضل بدن تهي قال الله تعالى إلهي وحيد يا أيها الذين آمنوا كو إلهي يا نبي الرميو لا تبدلوا صدقاتكم صدقوا إنكي نهبرننا بالمن من شيء شيء ولا أذاربها كبرننا المن تعداد النعم نعمة الله تريال إذا على من نعمت عليه قفك هذا النعمة يسي أو النعمة كترس رسوسات كما نيال صوحا كما نسين أيانت هذا إيتم سوسف عنكم الدقالين محال سيئ شيء شيء هذا إلهي درتي سوما نسين يعني لبكون هو محي هذا هو يعني هذا نكرمنا وعطف لازم ويهو هذا هذا قفك كما نشيغتي واقبت لبتي بدي حيث لما نقو وحهم ويه وفي الادر وعليه وكل من ينوكي يا سوسان كماني سوسان كماني يل ويكون لي ميسا مركز ثوابك عليه ونما ماشي كون باباي ثوابك على صدقات كيلي وقال تعالى إلهي وحو يري إن تبدو صدقات صدقات هذا ظاهر رسان وإذن كون الذين أركا يأب بحسان فالنعمة هي فالنعمة وحا نعمة له ما صدقات أب بحسان با نعمة له المخصوص بالمدح هي إبداؤها وي صدقات أب موجسين وبنانك أصودكتين يا نعمة له فالنعمة وما مميزه وقيل فاعله نعمة يبيس ما لك جري تبيز يفاعل لبضه ولا قريها فالنعمة وحا نعمة له ما با نعمة له وفاعل المخصوص بالمدح هي إبداء صدقة وهي صدقة والله مجيوه أما فالنعمة وحا نعمة له نعمة صدقة صدقة النعمة له ما من جهة شيء بيقول نعمة له وتميز ما من جهة شيء بيقول نعمة له المخصوص بالمدح هي إبداؤها وإن تخفوها هداد قرسان أو تؤتوها الفقراء فقراء أتيسان فهو خير لكم كاسا إذين خير بدل كاسا ما تيه فضل بدل إن هذا هو سؤالك توي عن أبي ذر وحال قولي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في النبي ثلاثة صدح لا يكلمهم الله إله إلا ما هدله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم من فيرن أيه ولا يزكيهم من طهر أيه ولهم وحي إليه العذاب العذاب كأليم حنوجي وصدح له وحي المنان مت كما نشيغ شذا بدن بما أعضاء وحي بحيه كما نشيغنه وحي بحيه بشيغ شيغي الذي يمن بعضائه يوال مصبيل إزاره مت كما عوسي سرولك كجيدي هوس أوديك سروالك ورولك كجيدي يا قميس ورولك كجيبي يا وزقنتي لما أقل يوال منفق مت كما بحينا يسلعة وبدي عدي سبيل حليف الكاذب دار بين وقو بحينا انت سيقو فرددا والله إني ساتا إذا سكوها يايو دار بين أبو قو بحينا رواه النسائي ومسلم وابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه تضوا يذلهم الله الهي باهر يتعالى كره في ذل هركيس يوم مال لا ذل هرو سجن الا ذله اي الا ذل عرشي عرشي هركيس مويان ومحيين تضوا امام عادل امام عادله وشاب لنا ليرى ان شاب بربار في عباده الله الهي عبادتك بربار ويرانت ورمرك شاود يا دويد جيدن لهيد يا مركا الهي وافجي يعني طاعته يا خير كوي والرجل ويكن صدحات قلبه وقلب جيسه معلق في المساجد مساجد الوحده
mar alla markuu tukadoba qalbigiisa masaajidkii buu ku xidhan yahayo saacaddi buu ilaalinaya. والرجلان لما قفوا يتحابا في الله إلهي درتي سجعل هذا استمع ويكل من عليه على الحب وتفرق عليه. والرجل ويكنكلا دعت ويؤيرت امرأة قوربا ويؤيرت ذات منصب منصب صاحبه رير ونأسا كدلتي وجمال قرح همان بي ويؤيرت وفقال وحير إني أخاف الله إلهي بانك بغير كهارك إلهي بان لغير يا قيامه بحال نبتي سيبوا لجهاده. والرجل نوي كان كلا تصدق صدق يستي باب كحديث كمناسبة اللوجة جدا والرجل نوي تصدق صدق يستي بصدقة صدقه وفأخفاها صدقة أبو قرية حتى لا تعلم إلى أين أجانين وشماله بحديثه ما تنفق يمينه بديكتيس واحد بحلس لو هدي يعني بدي بحديثه واللي قدر الروح روح كلا اللي قدره وحاو بديك تكب حين يمين أجانين. والرجل نوي كان تضباط قدم بي ذكر الله إلهي حسين خاليا قلبه عن غير الله أما خاليا عن الناس أسوى ذاتك ما العدل أكجوه كليجي أسوى أيو إلهي حسين وإلهي عدم ذي سقلبي سكسر عليه ففعل العينا لم ذي سيندود با المي عبسي درته دوا هيقفك مركو كليجي يا هاي يعني وعيكتنا ذا إخلاص كيسا دو مركا سوى كليجي ما العدل أكو أيو عبسي ذي سا كامل وانين يعني إخلاص كيسو حيسو ربيهو رواه الخمسة إلا أبا داود